نعم أحمد، قبل الإجابة عن سؤالك لابد أن أشير إلى أنه وابل من السواريخ الآن يتم على تل أبيب ومحيطها، وعلى كذلك محيط عسقلان من طرف المقاومة الفلسطينية. يمكن القول أن هذا الأمر جاء ردا على بعد البيان للجيش الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أن هناك خطط وعمليات لاجتياح غزة جوا وبرا وبحرا بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي أمام هذا الأمر يبدو أن الرشقات الصاروخية قد ارتفعت وقد عادت مرة أخرى إلى الواجهة بشكل أكبر. نحن نعلم أن هناك اليوم يمكن القول أن هناك اللغة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، لغة يمكن أن نسميها لغة الصواريخ، بمعنى كلما ارتفعت حدة التهديدات وحدة الهجمات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كلما كانت هناك ردة فعل من فصائل المقاومة الفلسطينية، ناهيك عما يقع كذلك في منطقة الجولان المحتل. إذن الدائرة تتسع وهناك أنظار نحو هذه العملية نعم، البرية التي يهدد بها جيش الاحتلال قطاع غزة. قد يكون هذا التهديد البري هو وسيلة ذكاء إعلامي إسرائيلي للغطاء عما يقع من مجازر على قطاع غزة نفسه. بمعنى كيف لإسرائيل أن هي اليوم أن تحتاج الاجتياح البري وهي تبيد بسلاح الجو المدنيين والبنى التحتية وتحاصر. وبالتالي بحسب لغة المراقبين بأن هذه الحرب، حرب 2023، اختلفت عن نظيراتها السابقة إطلاقا على قطاع غزة، على اعتبار أن إسرائيل كانت دائما تعطي يعني بوادر الحرب وبوادر للسلام. كان هناك دائما معبر يمكن الخروج منه للمصابين للجرحى تجاه مناطق أخرى من المناطق المحتلة. وبالتالي اليوم في هذه العملية هناك إغلاق كامل لقطاع غزة، هناك هجوم شرس على المدنيين وقصف بالأطنان، هناك كذلك علنية من الحكومة الإسرائيلية ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي قطع كل الموارد سواء المائية نعم، والكهربائية والإمدادات على قطاع غزة وبالعلن. وبالتالي كأنه يقول للعالم أريد أن أقوم بأكبر جريمة تاريخية بدون أي استحياء وبدون أي خوف. لاحظنا بعض التراجع الدولي خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، نعم، المكالمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بنيامين نتنياهو محمد، يعني تعليمهم في بدور هذه الأثناء الاهتزاز بالقانون بالفعل الدولي. رشقات صاروخية كبيرة على تل أبيب وصفارات الإنذار على بلدات عربية شمال تل أبيب، وأيضا في نفس الموضوع الذي كنت تتحدث فيه وزير الطاقة الإسرائيلي يقول لا يمكن هزيمة حماس دون تنفيذ عملية برية. مسألة هزيمة حماس مرات عدة توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولم ينهي حماس. المسألة أن هناك إنهاء للمدنيين، هناك إنهاء للطفل الفلسطيني، للمسن الفلسطيني، للمرأة الفلسطينية. وبالتالي أمام هذا الأمر إذا كان هناك صراع مقاومة أو صراع مسلح بين حماس وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما ذنب المدني الفلسطيني أن يتم قتله بهذه البشاعة؟ كذلك ردة الفعل على مستوى التظاهرات الأوروبية سواء في لندن، كذبت رؤساء الوزراء الأوروبيين خاصة ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الذي كان يدعم بنيامين نتنياهو في هذه الحرب. قد
يكون أن ريشي سوناك لم يكن يظن أن هذه الحرب ستسير إلى هذا الاتجاه، لكن نحن نعلم أنه في العلاقات الدولية عندما تساند أيا كان في أي حرب تكون هناك شروط الحرب قائمة، أولها احترام البنى التحتية، احترام المدنيين. محمد، هل هناك تتحمل اليوم هل هناك أي رد فعل معارض داخل إسرائيل لهذا الكم من الضحايا والشهداء و المصابين من الجانب الفلسطيني؟ هل هناك من يتحدث عن ذلك داخل إسرائيل؟ هناك خطابين متوازيين وفي ذات الوقت متعارضين، بمعنى هناك بنيامين وطياره وحكومة الطوارئ التي أعلن عنها أو حكومة الحرب تتجه في اتجاه واحد، لا هوادة في قطاع غزة ولا هوادة مع حركة حماس، لكن من يؤدي الثمن هم المدنيين في قطاع غزة. وهناك خطاب للمعارضة على لسان لبيد بدأ ينظر إلى أن بنيامين نتنياهو لم يقدم جديد منذ واقعة السبت الماضي، وأنه كل المسألة هذه الحرب لم تعطي يعني أدلة ملموسة للرأي العام الإسرائيلي. يبدو أن جيش الاحتلال بكشفه عن اعتقال نشطاء من حماس 230 شخص بحسب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن في محيط الضفة الغربية، بمعنى محمد يتم في قطاع غزة لكن الاعتقالات لنشطاء في حماس تتم في اتجاه آخر، لا ندري ما هي الرسالة من هذا الأمر. إلى أي مدى وجود أسرى في غزة يمثل ضغط على هذه الحكومة؟ نعم، سؤال وجيه. هذا الموضوع، موضوع الرهائن، موضوع الأسرى، هذا موضوع يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تحاول وجيش الاحتلال تجاهله قدر المستطاع. لماذا؟ لأنه هو ورقة الضغط على بنيامين نتنياهو، هو ورقة الضغط على جيش الاحتلال، هو ورقة الضغط. لماذا؟ لأن الرأي العام الإسرائيلي وعائلات الضحايا تريد السلامة لذويها، تريد كذلك أن تعرف إلى أين سيتجه هذا المصير. إلى حدود الساعة هناك وضع مسكوت عنه باستثناء النقطة التي قالها بنيامين نتنياهو أنه تواصل مع عائلات الأسرى، هذا لن يقدم لن يؤخر. لكن في هذه المرحلة ورقة الأسرى هي ورقة بالنسبة لحماس ستكون أكيد قوية، ونتذكر عملية شاليت والتبادل وكيف استطاعت حماس أن تحصل على عديد الامتيازات، لكن في ذات الوقت إسرائيل سنت قانون السجون في إسرائيل، قانون ما سمته بقانون شاليت، وبالتالي يبدو أن كل طرف، نتحدث عن المقاومة الفلسطينية ونتحدث عن إسرائيل، كله يحاول أن يستفيد من موضوع الأسرى.